الشعور يعد من أفضل الأجهزة المتخصصة في إزالة الشعر الغير مرغوب فيه في المنزل، ويتميز بتقنية الـ IPL وهي تقنية جداً ذكية وهي النبض الضوئي المكثف. معي في الاستوديو نجود بنت مشعل. أهلا وسهلا بك نجود، وشرفتينا بالاستوديو. أهلا فيك حبيبتي. نجود طبعاً معروفة على السوشيال ميديا حبيبتي. وطبعاً عدد المتابعين بالإنستغرام أكثر من 1,000,000، وأنت جداً مهتمة بالمنتجات التي تهتم بالعناية بالبشرة، وهذا طبعاً شيء واضح وكثير نستفيد منك ومن نصائحك. طيب خليني أتكلم معك نجود، يعني أنت استخدمتي هذا الجهاز وكيف شفتي لما استخدمتي؟ حلو الجهاز، مسكته حلوة، صغير، جهاز منزلي، ليزر منزلي طبعاً، مرة حبيته، حبيت تجربتي معاهم. خلال أيام كثيرة بين الفرق على بشرتي وأنا أستعمله جد. إيه تحسي كده حتى سهل في الاستخدام، من اسمه كده سموث سموث وحلو كثير. هي مرة حلو الصراحة. تمام، طيب خلينا نتكلم يعني عن عندنا العرض لليوم، عندنا هو عرض جدا مميز، جدا حلو كثير، وسعر جدا مميز زي ما انتم شايفين على الشاشة، سعر جدا حلو ولا أحلى من كذا، حاولوا تستغلوا الفرصة وتحصلوا على هذا السعر المميز. خلينا نتكلم عن الطرق التقليدية لإزالة الشعر، يعني احنا كثير احنا البنات تعبنا في هذا الموضوع، زي عندنا الحلاقة، زي عندنا هنا اللي هو الواكس، لاحظي اشياء مزعجه وتجرح البشره انا احسها صراحه بالضبط، ونتيجتها ابدا مش نفس الليزر بالضبط، تحسيها نتيجه محدوده ومؤقته وما تعطي كفاءه، ما تسوى الالم بالضبط، وما تسوى، ممكن تسبب حساسيه، ممكن صحيح. تسبب احمرار. خلينا نتكلم معك يا نجود، يعني الحين هذا الجهاز حتى انا بحسه جدا إليغانت زي ما يقول جدا. اول شيء نبدا من الشكل، تشوفون الشكل كيف، اول لون، اول شيء البلاك مع الجولد، فخم، سهل الاستخدام، مسكته خفيفة، أصلاً هو خفيف الجهاز. هنا تشوفون عندنا الطاقة نشغل السرعة، وهنا للأماكن الحساسة عشان الطاقة تكون أقل الحرارة، وراح تشوفون هنا عندنا اللون الأزرق هذا يحدد السنسر واللي يحدد لون البشرة، أول ما تحطون على بشرتكم تضغطون تشوفون من هنا تحدد لكم، طبعا بس مجرد ما تدقين دقة واحدة وثانية وما في ألم. للي بيسألون عن الألم أبدا ما في ألم طبعا، مرة حلو، أنصح فيه جدا، لأنه أنا عن استعمال شخصي طبعا، والومضات حقه ما لها نهاية، يعني تستخدمينه انت واللي معاك كلهم، انليميتد فلاشز طبعا، وهذا طبعا هذا الشيء جدا مهم فيه والمميز في هذا الجهاز. ايضا كمان خلينا نشوف انه هنا زي ما قالت نجود، هذا هو اللي هو الباور او الزر الباور اللي بيعطيكي الومضه اللي انت تبغيها الأدية، لكن لو انا ضغط هنا مثلا زي ما انتم شايفين هنا عندنا هذا بالنسبه للاماكن الحساسه اللي تحتاج ومضه تكون صغيره أقل. جدا قليله زي مثلا هنا عندنا جهه الشارب، صحيح. البكيني لاين تحت الارمز، هذه بتكون جدا سهل. عندنا هنا كمان الومضة، عندنا السرعه، لو انت مثلا حابه تكوني وضع سريع، حابه تكوني مثلا مستعجله، يعني عندنا منطقه دقائق. بالضبط خلال منطقه الفخذ نجود محتاجه منطقه اكبر وسرعه اكثر، فكذا في خلال 10 دقائق احنا مخلصين الجسم كله، ولا عيادات ولا بعد استني ساعه ساعتين وما اعرف ايش، لا هذا خلال 10 دقائق وانت بالبيت وجالسه تخلصين كل جسمك بعشر دقائق، مره بالضبط. حلو بالضبط. وكمان نبغى نقول عنه انه هنا في فلتر مدمج لحمايه من الاشعه الفوق بنفسجيه، وهذا لاستخدام امن جدا على الجلد. طبعا خلينا نوري المشاهدين كيف احنا ممكن نستخدمه، أوكي. كيف بامكاننا احنا نستخدمه زي ما انتم شايفين. خلينا نشوف مع نجود. اوكي، اول شيء تحطون على بشرتكم. نعم، ونقدر ان احنا ممكن نستخدمه عن طريق زي ما انت دخلت سويتي اللي هي الستامبنج او اللي هي الطبعات، مثل ما نحط بسرعه او تقدرين طبعات عن طريق الانزلاق. خلينا نوري المتابعين عندنا ونشوف كيف المشاهدين اللي بيتابعونا، لو احنا مثلا حابين احنا نستخدم هذا الجهاز، شايفين احنا ممكن نستخدمه عن طريق، اول شيء هو بيحدد عندي درجه لون البشره عندي اللي هو حسب لون البشره، صحيح. بيناسب كل انواع البشره اللي عندنا ما عدا البشره شديده الاسم، مجرد انا ما اضغط هنا اقدر اسوي عندنا هذه الومضه اللي بتكون بهذا الشكل
بهذا الشكل عبارة عن ستامبينج أنا قاعدة أعمله. ممكن كمان أعمل بطريقة أخرى عندنا هي بسرعة جدا كبيرة، وراح أضغط بهذه الطريقة عندنا يعطينا اللي هي بسرعة. بطريقة السرعة راح تكون بطريقة الانزلاق اللي هي بسريعا بنفس الشيء، وأنا ضاغطة على نفسه وأمشي بهذه الطريقة، أكون أنا كذا أخذت كل المساحة اللي عندي وكذا تخلص من الشعر اللي عندنا. هذا الجهاز نجود بيشتغل بتقنية الـ IPL. تقنية الـ IPL هي تقنية اللي هو الضوء المكثف عندنا، اللي هو ومضة الضوء المكثف تدخل على الشعرة نفسها وتعمل على تعطير السايكل أو دورة نمو الشعرة عن طريق البصيلات، تتخلصي من الشعر الغير مرغوب فيه نهائيا. وطبعا مع الاستمرار والاستمرار راح نلاحظ طبعا كل أسبوع تستخدمينه مرة واحدة لمدة 12 أسبوع راح تلاحظين الفرق جد. اكيد طبعا بيعطي نتيجه جدا قويه بعد 12. حنلاحظ احنا كمان احيانا يعني احنا خلينا واقعيين، احنا ما قاعدين يعني حتى لو انت رحتي للعياده وسويتي شعرك بالليزر راح تلاحظي انه لسه تبغي كمان زياده. ايوه يحتاج هذا، حتى الريتاتش انت قاعده بتسويه في البيت من غير ما تدفعي فلوس. صحيح. فلوس صحيح. كثيره. هذا اللي اقوله، هذا اكثر شيء حبيته فيه بالضبط، هو هذه هي الريتاتش. خلينا نشوف نجود في ناس استخدموا قبل وبعد، خلينا نشوف معانا شوفي كيف نجود قبل، كيف قبل استخدام السموث سكين بيور. اعطيني فرق كثير كبير يبين على البشره، حتى المنابت حق الشعر نفسها تروح تختفي. طبعا في لها ثلاثه وضعيات زي ما احنا ذكرنا، انت شفتي الوضعيات اللي هي زي ايش؟ سهل الاستخدام، اول شيء تشوفين تحطينه هنا اللي هي وضع الطاقه، وفي عندنا الوضع الاخر اللي هو الوضع اللطيف جدا وهذا يستخدم للاماكن الحساسه، والوضع السريع بالضبط، او الوضع السريع اللي هو اذا احنا حابين بسرعه بسرعه بالضبط بسرعه 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 تستخدمينه ونخلص في 10 دقائق نكون احنا مخلصين، وحتى يغطي لنا اماكن اكبر كثير، ونقدر عن طريق الضغط زي ما احنا قلنا او عن طريق الانزلاق. صحيح. وهي طبعا جدا سهله، تحسي الموضوع سهل جدا سهل جدا, جداً, جداً. وكمان انا ابغى اقول خصوصيه اكثر. بالضبط، خصوصيه وبسرعه، ما تمين في العياده ساعه وساعتين. حلو الفكرة، حلو لنا بالبيت عندي هذا اللي أهم عندنا. طيب خلينا نشوف الأسعار عندنا من قبل كانت عندنا أو متواجدة على المواقع اللي هو الشراء 1652 ريال سعودي. أيضا كمان بيعوا الجهاز هذا، أيضا كنا نبيعه زمان سعر سابق ب 1099 ريال سعودي، لكن عرضنا اليوم عرض جدا جد عرض رائع زي ما أنتم شايفين بالسكرين، عرض ولا أروع. إيش رأيك بهذا الجهاز؟ عجيب فعلا، وسعره جدا حلو. سعر جدا حلو، يستاهل يتم معك يا عمر. مشاركة لك ولخواتك يعني بالضبط، هذا لك ولهم، ما تحتاج تشتري واحد واثنين وثلاثة. مرة حلو الصراحة، ويستاهل السعر اللي هو فيه. وطبعا لو نقارن جلسات الليزر بالعيادات أو بالأجهزة الأخرى بنشوف أنه هذا فعاليته أكثر، وصدق صدق صدق أنه سعره مرة مناسب. طب حسيتي بألم فيه لما استخدمتي؟ أبدا أبدا، وريتك قبل شوي أنا أستخدمه، مرة ما تحسين في أي شيء، بس تشوفين الضوء اللي طالع أصلا. شوفوا. يا سلام، ايوه ضغط بس. ايوه انا هذه طريقتي، هي طريقه الانزلاق اللي سويتها غير قبل شوي. ابدا ما في الم نهائيا، وهذا المميز. خلينا نقول لمشاهدينا اذا انتم حابين تتواصلوا معنا حتى تطلبوا هذا المنتج بامكانكم تتواصلوا معنا عبر التليفون او عبر الواتساب او عبر الكيو ار كود، وراح تحصلوا على هذا المنتج. بنات انا استخدم جهاز سموث سكين بيور، هو جهاز ليزر منزلي لازاله الشعر، خفيف يزيل الشعر، البشره حريريه اكثر. عن تجربه انصحكم فيه كثير كثير كثير، لازم يكون عند كل بنت. انا اثق في سيترس، انا اخترت جهاز سموث سكين بيور. طبعا انا مره حابه الجهاز، تقدرون تشيلونه معكم في السفر، تاخذونه معكم اي مكان، فانصح فيه كل البنات صراحه. هذا هو الجهاز، الجهاز للبنات والعيايل. شو شلون شو كتكون صغير ينن خفيف.
جهاز سموث سكين بيور زي ما انتم شايفين يتميز بتقنية الاي بي ال، وهي تقنية جدا مهمة جدا لإزالة الشعر الغير مرغوب فيه بطريقة جدا آمنة. هذه الماركة البريطانية اللي فيها تقنية الاي بي ال، وطبعا تقنية سريعة وآمنة ونتائجها مضمونة، وأيضا كمان حاصلة على العديد من الجوائز الأوردز المعروفة على يعني كفاءة هذا الجهاز وعلى التقنية هذه والمواد المصنوعة منها، وأكيد تم اختبارها على يعني على أشخاص وتم لا كانت النتائج جدا آمنة. خلينا نتكلم معك يا نجود، يعني الحين هذا الجهاز حتى أنا بحسه جدا إليغانت زي ما يقول. جدا. أول شيء نبدأ من الشكل، تشوفون الشكل كيف؟ أول لون، أول شيء البلاك مع الجولد، فخم، سهل الاستخدام، مسكته خفيفة، أصلا هو خفيف الجهاز. هنا تشوفون عندنا الطاقة نشغل السرعة، وهنا للأماكن الحساسة عشان الطاقة تكون أقل الحرارة. وراح تشوفون هنا عندنا اللون الأزرق هذا يحدد السنسر واللي يحدد لون البشرة. أول ما تحطون على بشرتكم تضغطون تشوفون من هنا تحدد لكم، طبعا بس مجرد ما تدقين دقة واحدة وثانية وما في ألم. للي بيسألون عن الألم أبدا ما في ألم طبعا. مرة حلو، أنصح فيه جدا لأنه أنا عن استعمال شخصي طبعا. والومضات حقه ما لها نهاية، يعني تستخدمينه انت واللي معاك كلهم. Unlimited flashes طبعا، وهذا طبعا هذا الشيء جدا مهم فيه والمميز في هذا الجهاز. ايضا كمان خلينا نشوف انه هنا زي ما قالت نجود عندنا هنا اللي هي هذا الوضع اللي تشغل فيه الومضه، مجرد ما انا اضغط حتشتغل فيه الومضه. هنا عندنا اللي هو الوضع اللطيف اللي هو هذا زي ما انتم شايفين وضع لطيف، هذه اللي اذا احنا حابينها تكون لطيفه وخفيفه وتحت مثلا تحت اليد او اندر ارمز، او ممكن مثلا يكون بكيني لاينز الوجه كمان لانه يعتبر من الاماكن جدا حساسة. او على فكره في اشخاص مثلا زي التين ايجرز ما يحبوا، خايفين من الليزر ولسه الشعر اول تجربه ممكن ممكن نستخدم هذا الوضع. كمان عندنا هنا الوضع الثاني اللي هو السبيد اللي هو وضع السريع. هذا انا ابغى اخلص بسرعه وكمان ابغى اغطي اكبر قدر ممكن، فبتعطيني نبضات قويه جدا وسريعه وكبيره بس قويه، مش قويه بالم، قويه السرعه. هي بالضبط هذا بالضبط. خلينا نشوف كيف طريقه الاستخدام لهذا الجهاز، خليني أنا أحطه أوريكم كيف أنا أستخدمه. شوفوا أنا لما أحطه هنا شوفوا كيف النفس أخذ السنسور أخذ لون بشرتي تمام، وأحط إيدي على هذا المكان وأضغط كده واحد عن طريق اللي هو ستامب بطريقة جدا هادئة وبسيطة. لاحظوا كده، يا سلام ولا أروع، يا سلام أبدا. تمام، خلينا نجرب هذا المود اللي هو السريع جدا اللي خلينا نجربه اللي هو ونستخدم معاه خاصية الانزلاق. لاحظوا كيف راح أضغط على هذا ضغطة مطولة، لاحظوا يا سلام على فكرة. وهذا طبعا الوضع اللي فعلا بيعطيكي بيغطي لك أكبر قدر ممكن من إزالة الشعر عندك بهذا. ممكن نستخدمه على الرجل 10 دقائق وكل شيء مخلص، لا ساعة ولا ساعتين. إذن عندنا طبعا جهاز سموث سكين بيور، هو يتميز بتقنية الاي بي ال، تقنية جدا متطورة جدا. هذه الومضات الضوئية تدخل إلى الشعرة وبصيلات الشعرة وتعمل على تعطيل نمو الشعر عن طريق البصيلات، تتخلصي من الشعر الغير مرغوب فيه نهائيا. بإمكانك طبعا أنك تستخدميه على جميع أماكن الجسم، وطبعا هو مناسب لجميع ألوان البشرة ما عدا البشرة شديدة الاسمرار. هذا ممكن يأثر عليها تأثير جدا سيء، ولازم نقول للمشاهدين اللي بيشاهدونا وكمان نجود أيضا هي قالت المعلومة هذه، قالت إنه إحنا لازم تكون البشرة نظيفة ولازم يكون في حلاقة وبعدين يكون حالقين الشعر ونستخدم الجهاز بطريقة آمنة، ما يكون في كريم ولا يكون في شيء. نهائيا لازم البشرة تكون نظيفة عشان يعطي تأثير على البشرة، يشيل صدق الشعر والشعر ما يكون موجود على البشرة تشيلونه يعني.
كمان خليني اقول لك نجود، احنا لو رحنا العياده وطلبنا مثلا منهم نسوي ليزر حيقول لك انه الليزر اللي حنستخدمه على الرجل غير على اليد غير عن اللي في الوجه. صحيح صحيح، هذا على الوجه والجسم وكله بالضبط، والتاثير كامل على الجسم، يعني يشيل الشعر في كل الجسم. ما تقولي انه مثلا على الجسم بيكون احسن غير عن الوجه، لا، على الايد وعلى الوجه وعلى الرجل كله نفس التاثير. نفس التاثير صحيح، والسرعه اهم شيء. والسرعه اهم شيء. كمان نجود لاحظي انه يدي هنا مثلا لونها يختلف عن اللون اللي هنا في الجلد، يختلف هنا عن هذا، فهو يحدد هذا، هو من هنا بيتعرف. يعني شوفي انا هنا مثلا تعرف عندي على لون لون الجلد عندي هنا، لكن لو حطيته هنا حلاقي انه تغير. اختلف، لاحظي اختلف. صحيح. خلينا نشوف قبل وبعد، بعد استخدام سموث بيور سكين كيف كانت النتائج. شوفي كيف نجود النتائج، ايش رايك في النتائج؟ عجيبة، نفس ما هم يشوفون مو عادي كيف ان حتى البشرة تعدلت، مش بس انه راح الشعر، البشرة صارت سموث. اكيد طبعا سموث، فهذا الجهاز جدا امن. خلاص يعني انت مثلا عندك خروجة تستخدميه دايركت على البشرة وكون. خلينا نشوف العرض لليوم، عرض جدا مميز نجود، كثير حلو، عرض ولا اروع. صحيح. سعر استثنائي زي ما انتم شايفين على الشاشة، سعر جدا حلو ويوفر عليكي وامن ويجيك لغايه البيت من غير ما تتعبي، يوفر عليكي فلوس ويوفر عليكي كمان وقت. صحيح بالضبط، الوقت والصدق عن جلسات الليزر اللي في العيادات. طبعا نشوف الاسعار المبالغه، لكن هذا بالبيت وسعره مره مناسب مع العرض اللي موجود الحين. اكيد طبعا اكيد. طيب خلينا نشوف ايضا كمان عندنا مع المودلز لما استخدمت هذا الجهاز، عندنا ثلاثه وضعيات، عندنا اللي هو وضع الطاقه اللي هو الوضع الاساسي اللي بنطلع منه النبضات، يا والوضع الثاني اللي هو الوضع الجنتل اللي هو الوضع اللطيف، الوضع اللطيف، وال الوضع الثالث اللي هو السرعة. السرعة بالضبط، اللي هو بيغطي لنا أكبر قدر ممكن عندنا من الجسم أو من الجلد، ويكون سريع جدا ويتميز بخاصية اللي هي الانزلاق. عشر دقائق إحنا مخلصين مخلصين الجسم ومخلصين. يعني أنت متخيلة في عشر دقائق أنا مخلصة من هنا إلى آخر رجولي؟ أنا بالعيادة كنت أستانس إذا قالوا لي ساعة، خلصت بساعة، كنت أخذ ساعتين، الحين بالبيت عشر دقائق، يعني أسرع من كذا ما في، ولا أحلى والله ولا أروع فعلاً. وأنت تتحكمي في درجة الومضة اللي بدك تحطيها. صحيح. خلينا نشوف الأسعار في الأسواق، الأسعار في الأسواق على فكرة بالمواقع اللي بتبيع هذا المنتج في 1652 ريال سعودي، كنا نبيعه زمان عندنا وقدمناه في سيتروس 1099 ريال سعودي، لكن احنا عرضنا كثير حلو وسعرنا جيد جدا مناسب. مميز واستثنائي بهذه المناسبه طبعا، وجدا حلو. طبعا حاولوا انكم انتم تحصلوا على هذا، لازم كل بنت يكون عندها هذا الجهاز، لك والخواتك، مش لازم تطلبون اكثر من واحد، تقدرون تستخدمون واحد لكم كلكم للي حابين يعني. بالضبط. انصح فيه جدا جدا عن تجربه شخصيه حابته مره. اكيد طبعا. احنا كذا يعني وصلنا لنهايه الفقره حقتنا، نقول لكم تواصلوا معنا عن طريق الواتساب، عن طريق الابلكيشن لسيتروس، عن طريق التليفون، وبامكانكم عن طريق الكيو ار كود تتواصلوا معنا وتحصلوا على هذا المنتج المميز، يعد من افضل المنتجات مبيعا في العالم وافضل المنتجات مبيعا في سيتروس. معانا طبعا نجود، نشكر تواجدك نجود معانا ونورتينا واسعدتينا بتجربتك بهذا الجهاز، واعطينا كلمه اخيره نجود. انصحكم في هذا الجهاز عن تجربه شخصيه جد، وراح تحبونه كلكم، والحين العروض مره ممتازه. اكيد طبعا، اكيد اكيد، اتواصلوا معانا وراح تحصلوا على احسن العروض من سيتروس عالم التسوق.